تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بوسط مدينة كفر الشيخ لمتابعة جميع الخدمات التي تقدمها، وعددها 142 خدمة. وأكد محافظ كفر الشيخ أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تتوجه أسبوعيا للقرى النائية والأماكن الأكثر ازدحاما بالمدن والمراكز لتقديم جميع الخدمات تيسيرا على المواطنين وعدم تكبدهم للانتقال للمدن للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية. السيارة بها طاقم عمل مكون من 2 موظف شباك وموظف خزينة. السيارة بتقوم بالتحصيل الإلكتروني وليس النقدي. السيارة مزودة بجهاز للنداء الآلي وجهاز تيلر لتنظيم دور السادة المواطنين. هدف السيارة التواجد في الأماكن الأكثر ازدحاما بالسكان والأماكن النائية بقرى المحافظة.